المظاهرات دي في اي بلد قاعد امنا يعني ما يتكسر، وكان شغلنا الدوله كله، الدوله ده مستقبلا ده هنام هم مستقبل ده هنجيب الشيء ما يكسروا شيء يعني عشوائي ساخن، خليه يفهموا يعني الشيء ده مستقبلا ده يعني هنام هم الناس الكبار ده يمشوا والدقاق ده قاعدين المستقبل ده هنجي لنا الاولاد عشان ده شغل مستقبل حقهم ده ما يخربوا. هسه التوتال ده قريب 500 عامل لكل التشاهدين كله وقفوا خساره لياته لين نين ولهم هم ناس وادين جو عندهم يعني عقد ما توتال عندهم تيكي يعني ما سلوار كارت يجوا ما يلقوا ده ناس وادين ده يعني بيقول لهم قاس عشان ده شيء ده خليه في المستقبل ده خليه ما يبقى. والشيء كان في شيء حركات ولا شيء مثل ده الحكومه كلها تبادر تجي بدري قبال ما الشيء ده يخرب كده تجي عشان تقعد في المحلات دول المحلات المهم ده مال كان مثل الاسواق كله تقعد فوقه ما شاء الله الاسواق كل واحدين قالوا انتوا شو الشيء ده يعني مؤسف عشان ده الناس المخربين ده يوم كله في العالم كله قاعدين المائدين ده قاعدين عشان ده كان لقوا فرصه ده عشان هم خلاص يهربوا ويخربوا ويمشوا عشان ده الحكومه كلها خليت تفكر فوقه كان في شيء ده من بدري شيء ده خلاص في الاسواق كان المهمات كما الادارات كان شنو كله تخط فوق هرج عشان ما تخلي يخرب والتشاهدين كله خليه يوقف الشيء ده بالتاني خليه ما يتكرر